يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم بعد غياب طويل نوعا ما بنرجع لحضراتكم مره ثانيه. طبعا اهلا بكم وحلقه النهارده من السادسه. طبعا اداء ولا اروع، والاهم الحقيقه من الاداء والاهم من الاربع تجوال المزيكا، يعني زي ما بيقولوا كده الاربع اهداف الممتعه اللي حققهم النادي الاهلي في ماتش الاتحاد، والاهم من العلامه الكامله كمان في الحصول على نقاط الماتشات بتاعه الدوري. الاهم من ده هو الشخصيه الحقيقه. يمكن اكتر حاجه بسطت الواحد من عرض النادي الاهلي قدام الاتحاد امبارح يمكن ما شفناش من فتره طويله جدا، يعني على ما اتذكر يمكن من مواجهه الوداد في المغرب اعتقد ما شفناش مباراه الاهلي فيها بيقدم اداء قوي وممتع في نفس الوقت ويفوز بسكور كبير كده. والحقيقه كمان اللي بيزود من ده انه الاتحاد كان منافس قوي ومنافس محترم جدا، ولكن الحقيقه فرق في القدرات خلى النادي الاهلي انه يعني يتمكن من الفوز على الاتحاد ب 4-0. مباراه كانت ممتعه وان شاء الله باذن الله تكون بدايه مهمه جدا الفتره اللي جايه، الشهر اللي جاي، ال 30 يوم اللي جايين دول، انه الاهلي تزيد في فرقته حاله الانسجام. كل ما تزيد حاله التجانس والانسجام بين اللعيبه وبعضها اعتقد ده بشكل كبير جدا يرجع شخصيه وبالتالي يرجع هيبه النادي الاهلي قبل بطوله مهمه جدا زي بطوله كاس العالم للانديه. مساء الخير على حضراتكم.